تم في هذه الدوره دوره فيفري آه 2023 تخصيص 4848 منصب بيداغوجي في مختلف الانماط والاجهزه ومستويات التاهيل من المستوى الاول الى مستوى التقني السامي بالاضافه الى تخصصات تقنية تاهيليه قصيره المدى هذه الدوره آه ايضا فيها خصوصيه وهو بتخصيص 400 منصب تكوين خاص بنظام المعابر باعتباره ترقية لخريجي القطاع يعني ترقية من المستوى المنخفض إلى المستوى الأعلى وذلك أضرب مثال على ذلك الترقية من تقني إلى تقني سامي في اختصاص مشغل المعلوماتية إلى تقني سامي في اختصاص معلوماتية خيار قاعدة المعطيات هذا جانب أيضا ترقية من ميكاترونيك تخصص يعني كهرو تقني وميكانيك سيارات الوزن الخفيف إلى تخصص ميكاترونيك تقني سامي وأيضا تخصصات أخرى ذات صلة بالفندق والسياحة وكالة أسفار